في كل المونيتورنج الموجود في اي جهاز طبي لازم نبقى عارفين ان اي مونيتور ذات كان فيل ويل فيل، يعني هيحصل له ان هو يفيل. يعني ده بنسميه ميرفيز لو، يعني اي حاجه باني ثينج كان جو رونج ات ويل، يعني بمعنى ان احنا ما نقدرش ان احنا نأسيوم ان اي سنسور مهما كان الروبستنس بتاعته، مهما كان الديورابيليتي بتاعته، ان هو هيفضل شغال من غير ما يحصل له اي مشكله. لازم نأسيوم ان يحصل له مشكله. فالحاجه المعتاده في الاجهزه اللي زي الهيموداليسيز ان احنا يعني ان احنا بنأسيوم انها فيل سيف، بس اكشوال هي مش فيل سيف بالشكل العادي بتاعها. ده كده ما هواش فيل سيف، الديزاين بتاعها ما هواش فيل سيف. يعني انا اسيومنج ان لو حصل حاجه المونيتور هي ديتكتد، ويعني بيسكلي خلاص يبقى مش هيحصل مشكله. انما اكشوالي في بعض الاحيان المونيتور كان فيل، فمعنى كده لو شغلت الجهاز بالمونيتور فيه مشكله ممكن يحصل كارثه. فبالتالي الحاجه المعتاده ان لازم يبقى بشكل ما لازم يبقى في عندنا طريقه ان احنا نعرف اذا كان السنسور شغاله ولا مش شغاله، يبقى في دايجنوستكس. وعادة بيبقى المعتاد ان لازم يكون في يعني كل واحد من المونيتورز اللي هي الكريتيكال لازم يبقى في منها يعني اثنين، يعني تو سنسورز، عشان هو يتاكد منهم ان هو لو جاب قراءه غير الثانيه يعرف ان في واحد فيهم فيه مشكله. لان لو عندي سنسور واحد صعب قوي اعرف ان هو شغال ولا مش شغال. الحاجه الاهم من كده بيبقى في عندنا حاجه اسمها ديوال مونيتورنج. ديوال مونيتورنج مش معناها تو سنسورز، معناها لازم يبقى في عندنا الماشين سنسورز مع الداليسيس بيرسونال. يعني ما ينفعش، يعني ما فيش حاجه تقدر ان هي تعوض وجود الشخص اللي هو الانسان اللي بيبص على الجهاز الهيموداليسيس وميك شور ان البيشنت نفسه سليم وان الجهاز نفسه شغال بشكل سليم. يعني مهما ان احنا فكرنا بيبقى في سيتويشنز عمرنا ما نقدر ان احنا نفكر فيها او نقدر نتخيل انها تحصل. فبالتالي لازم نبقى في دايما دي والمونيتورنج، لازم الجهاز اللي هو المونيتورنج سيستم بتاع الجهاز يكون شغال كويس افكتفلي، ولازم يبقى داليسيس بيرسون اللي هو الداليسيس مثلا ان هو التكنيشن او الطبيب مثلا او وات ايفر يبقى موجود ومتابع الحاله بتاعه المريض بنفسه علشان يتاكد ان الداليسيس سيشن تمر بشكل سليم.